وينضم إلينا الآن على الهاتف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. أهلا وسهلا بك سمو الأمير في قناة المملكة. في البداية نرغب كما الأردنيين بالإطمئنان على صحتك، ونتمنى أن تكون الأعراض خفيفة. السلام عليكم. أنا الحمد لله بخير، ومثل ما الكل بيعرف أنا انصبت قبل 5 أيام في أعراض، لكن الحمد لله أنا ما أخذ المطعوم فتجاوزت مرحلة الأعراض الخطيرة. إذن نحن الآن بأتم الإطمئنان على صحتك، ولكن يصادف هذا اليوم أيضا أن يكمل جلالة الملك والملكة اليوم 5 في الحجر الصحي الاحترازي، فإذا كان لك أيضا أن تطمئنا عن صحتهما اليوم. سيدنا وستي رانيا الله يحفظهم بأفضل حال، آخر فحص لهم كان سلبي الحمد لله، وإن شاء الله فترة الحجر تعدي على خير. وكمان ما ننسى أخوي هاشم غلبناه معنا وهو الآن في الحجر كمان. نعم. ومثل ما بتعرفي ستي يعني صعوبة هذا المرض، يعني ما بقدر أشوفهم وأطمن عليهم أو حتى أترك الغرفة، ف يعني نتواصل على التليفون وباستمرار، والحمد لله كلنا بخير. نعم بالتأكيد نتمنى الصحة والعافية للجميع. سمو الأمير، تلقيت اللقاح سابقا، ويبدو الآن أن هناك مفهوما مغلوطا عند البعض بأن اللقاح يقي من الإصابة. من متابعتك لهذا الملف منذ البداية، كيف ترى هذا الأمر بالتحديد من هذه الزاوية؟ ستي اللقاح بخفف نسبة دخول المستشفيات، لكن ما بمنع الإصابة. يعني أنا انصبت وتعبت، وبقدر أحكي من تجربة، يعني أكيد لو ما كنت ماخذ المطعوم كان تعبت أكثر. فضروري الكل ياخذ اللقاح، وحتى اللي بعمري، يعني احنا أكثر الناس بنطلع ومنخالط وأكثر فئة ممكن تنعدي. وحاب أحكي شغلة كمان، يعني الأعراض الخطرة اللي ممكن تصير من المطعوم ما بتتقارن أبدا بالفيروس نفسه. وبتمنى إنه كلامي يكون له صدى في قلوب أهلنا. نعم، رسالة مهمة نتمنى بالتأكيد أن تصل لمن يتابعنا اليوم. بعد الإعلان عن إصابة سموك، البعض عاد للحديث عن احتمالية العودة للحظر، وكان هناك بعض التخوف والقلق، بالرغم أن كل التقارير تشير اليوم إلى أن الأردن وبحمد الله في مرحلة التعافي وتجاوزنا الحمد لله الأصعب، فماذا تقول في ذلك؟ ستي الإغلاقات بيعتمد على الوضع الوبائي للبلد، يعني ما بيعتمد على شخص، وأنا مثلي مثل أي مصاب. أهم شيء اليوم نزيد عملية التطعيم وما نوقف حتى نحافظ على الاستقرار، ويعني ما نلاقي حالنا بموقف صعب لا سمح الله. لا قدر الله. بالتأكيد سعيدون بسماع صوتك. شكرا جزيلا لك سمو ولي العهد الأمير الحسين، وعلى إطلالك عبر شاشة قناة المملكة. نتمنى أن تكون دائما بأتم الصحة والعافية، دمت بألف خير. ألف شكر لكم ستي، وأكيد ألف شكر للجميع، وفعلا رفعتوا معنوياتي بكلامكم الطيب، ويعطيكم ألف عافية، ولا تنسونا من دعواتكم. اللهم أمين. شكرا جزيلا لك سيدي.